بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء. في كمان شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن منك عن حالة الطقس، خصوصا يعني أنه من الواضح أن ما فيش ظواهر جوية غريبة، في حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية اليومين دول. بالفعل يمكن احنا بنعيش خلال الايام الماضيه وكمان اليوم وغدا استقرار كامل في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، بالاضافه كمان اليوم تحديدا هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحراره عن الايام الماضيه بمعدل من درجه لدرجتين، لان متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 23 درجه مئويه خلال فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فبالتالي ده بيؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة وكمان مصادر الكتل الهوائية، كتل هوائية صحراوية، فده بيخلي فيه ارتفاع في قيم درجات الحرارة وتعتبر أعلى من المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 إلى 4 درجات، ويمكن الارتفاع ده في معظم محافظات الجمهورية. عشان كده الطقس فترة النهار بنقول عليه طقس دافي بشكل كبير خلال فترة النهار في أغلب المحافظات الشمالية، كمان المحافظات الجنوبية طقسها مائل الحرارة، يعني أعلى في قيم درجات الحرارة كمان من المناطق الشمالية، ده بيكون في فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. لكن العكس بيحصل خلال فترات الليل فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل، وخاصة كمان في فترة الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، الأوقات دي اللي بنسجل فيها قيم درجات الحرارة الصغرى اللي بتوصل ل 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أقل من 10 درجات على محافظات شمال الصعيد. في فترات الليل فيها أجواء من باردة إلى شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية. طبعا في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا واستقرار في الأحوال الجوية الشبوره المائيه. لسه كنت اسال حضرتك عليها، ان واضح ان كان في شبوره مائيه كثيفه صباحا النهارده. بالفعل لان احنا اليوم متوقعين ان هي توصل لحد الضباب، وبالفعل يمكن فتره الصباح الباكر وصلت لحد الضباب، وخاصه على الطرق المؤديه من والى محافظات الوجه البحري وكمان الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى، شبوره مائيه كثيفه بتوصل لحد الضباب، يعني الرؤيه على الطريق بتنخفض اقل من 1000 متر. احيانا الرؤيه الافقيه بتنعدم على الطرق، ومع تكون الشبوره المائيه الكثيف بيكون في ساعات الليل المتاخر تقريبا الساعه 4 الفجر تستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس، يعني كمان ساعه او ساعتين بالكثير لحد الساعه 9 صباحا الشبوره المائيه تدريجيا هتبدا تختفي، الرؤيه الافقيه هتبدا تتحسن على اغلب الطرق. الاستقرار في الاحوال الجويه ودرجات حراره اعلى من المعدلات مكمل معانا كمان لحد يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله، ما فيش اي ظواهر جويه ممكن تاثر على اي اعمال انشطه يوميه، تدريجيا مع يوم الثلاث والاربع تبدا درجات الحراره تنخفض، تبدا تدريجيا نعود للمعدلات ونبدا متوقعين قيم درجات حراره 19 و20 درجه مئويه على القاهره الكبرى عظمى فتره النهار، هيكون في نشاط للرياح، هنبدا نحس بالاجواء الشتويه، لكن ان شاء الله ما فيش تقلبات جويه بشكل كبير، لكن هيكون في اجواء شتويه اللي هو انخفاض في قيم درجات الحراره، فرص الامطار هتبقى موجوده على المناطق الساحليه بشكل كبير. هو كويس قوي ان الجو مستقر اليومين دول، خصوصا النهارده عيد الميلاد المجيد، فاكيد يعني احنا فرحانين جدا ان احنا ممكن نقدر الناس تخرج وتتفسح النهارده في اجواء شتويه تكون لطيفه ومعتدله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، وعضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، عن المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 23 الصغرى 14، العاصمه الاداريه 23 13، اسكندريه 23 12، العلمين الجديده 23 11، مطروح 23 11، دمياط 22 14، بورسعيد 22 14، الاسماعيليه 24 10، السويس 24 10، العريش 24 9، كاترين 22 4، طابا 25 13، حلايب 26 19، شلاتين 27 18، شرم الشيخ 28 19، الغردقه 27 16،
الفيوم 23/11، بني سويف 23/9، الوادي الجديد 24/9، أسيوط 23/8، سوهاج 24/9، قنا 26/11، الأقصر 26/10، وأخيرا أسوان 27/12. النهاردة في جو معتدل، هيكون مشمس صباحا، لكن نخلي بالنا من الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح وساعات متأخرة من الليل، ونخلي بالنا كمان أن الجو بيكون برد جدا في الساعات المتأخرة من الليل. هرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة علشان نكمل معك فقرة صباحية مصر. شكرا لك يا دينا، شكرا جزيلا.